الشركات كاين اللي تهتموا بالامر بحال دابا فنان اللي شركه جديده خدمة فيلم، كل واحد خد المستحقات ديالو، لا من الممثلين لا من التكنيسيين لا كل شيء، وداك الشيء مزيان كان معاه مورا الخاولي مزيان. كاين قلت لك باسكيت، كاين الكغاط، كاين النقري، ملي تخدم معاه تعطيك المستحقات ديالك عمر شي واحد ليها. وكاين بعض الشركات اللي وقفنا معاهم دابا مشكل، شركه نخدم معاهم ديال الاشارات عام هادي وانا نتسنى الفلوس ديالي، اليوم غدا اليوم غدا الاشهار داز وباقي شي اخر ما دازوش وباقي ناخذ فلوسي. وانا علاش صبرت على قبل هما جوج شركه، واحد صديق ديالي مشى مع الطان ما بغيتش ناديه، اما عندي الاوراق ديالي، عندي ها الشواهد ديال الناس، لي كارت ديال الناس اللي داروا معايا الاشهار 57 واحد اللي مخلصها من جيبي انا وباقي ما خدتش فلوسها. انا صبرت على واحد السيد صديق ديالي ودربنا هو مشاك معاك، اما واحد اخر ما نحيرش فيه واش بغينا نمشيو للحبس على رزقنا؟ ملي تدو على رزقك كتسمى اللي هددتيه، راه ماشي هددتو دوز على رزقي، واش انا 57 واحد نخلصها من جيبي؟ ما خصني نخلصو كاع انا، تنخلي الناس حيت بعض الشركات ديال الاشهار تيقول واحد تير في شهر في شهرين، انا نخلصهم من الاول. دابا انا مع هاد الناس صبرت. دابا شي قانون تيحمي الفنان ما كاينش، ما كاينش قانون هنا، ما كاينش قانون، ولكن لحد الان حنا كنا مع وزير الثقافه عطانا عاد بلي غيبي يتعاون مع الفنانه ويساعدهم ما يخليهم في هاد المشاكل. انا اللي دابا تنتسنى هاد الناس لحد الان اللي ما عطاوش رزقي غنمشي ندير شي كاع لوزير الثقافه ولا ياخذ لي حقي من هاد الناس اللي عام وانا فلوسي ترى نخرجهم وما خدتهمش، كل مره يقول لي اليوم غدا. هادي الاولى. كما قلتي تتقول اللي غيحميك شكون؟ الا بقيتي مريح ما خدامش عامين والله ما يعرفك واحد. ما كانش كان بكري كانت مثلا الشركات تطلبوا لهم لي كارت ديال شادو بوست، تتكون عنده ديال مدير كاستيك ديال شاب كاميرا كل شيء تتكون عندهم وتتكون مراقبه، تتسناو هذا المدير الجديد الا كان ديال السي ام يدير لنا هذا الشيء اللي كان. انا اللي بغيت نقول لك الحمد لله دابا ولات عندنا واحد فيه امتيازات ديال اولا لاكارت بروفيسيونيل باش نفعل الان يلا في التران يا 30%، ولكن من بعد ان شاء الله الناس راه تضرب عليها باش تكون الطياره هي ناقصه في الثمن ونطيل. من كذلك الناس اللي تبارك الله عليهم اللي تكافحوا دابا معنا وهما ديال التغطيه الصحيه، اللي تنشكر الفنان والمبدع الاستاذ الكبير الركاكنه لاي حاجه بغيناها في الميتيال تنتصلوا به تيق ديالنا، لا من ناحيه السبيطار لا من اي حاجه بغيناها. الناس اللي في الميتيال ولا اللي خدام في اداره الميتيال الله يجزيهم بخير مزيانين معنا والله يخليهم لنا، ما بقيناش نلقاو لا مشاكل حتى الفلوس ديالنا ملي تنخلصوا ترجعوا لنا الغياب. الى اتصلنا بركاكنه مثلا هو الاصدقاء ديالو ما تخسروش لنا وتعطونا رزقنا، هذه من الحاجات المهمه. كذلك هاد الحقوق المجاوره نفعتنا، شحال من واحد تيكون مريح ما به ما عليه تجي واحد البركه سخرنا الله سبحانه وتعالى، والناس الله يرحمهم القدام اللي كانوا يدعوا على هاد الحقوق المجاوره منهم من نساس مجد والبسطاوي والناس اخرين اللي ماتوا تاهما كذلك الله يرحمهم في النهار، والحاج الفضيلي وداكشي اللي كانوا ديما تيضربوا على حقهم المجاوره، هادو الناس مزيانين. وتنشكر كلشي المخرجين لا من عادل الفضيلي الى من ضايع وسالك اي مخرج راه كلهم تيخدموا مزيان، راه كلهم مزيانين. الشركات كما قلت لك راه مزيانين، بعض وحدين الله يهديهم راه كلشي غير ديال الله.